قصة وقصيدة، إعداد وتقديم إبراهيم النجدي. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم أنا إبراهيم النجدي في الحلقة التاسعة من برنامج قصة وقصيدة على إذاعة سراي FM. وحلقة اليوم عن قصيدة ليس لها قصة معينة، لأنها هي القصة بذاتها، وبالرغم من شهرتها فإننا نريدها اليوم لأنها تعد من أجمل قصائد الغزل. حلوة الألفاظ، سهلة المعاني، قوية المفردات، بديعة حسنة الصور الشعرية والأوصاف والتشبيهات، إلى درجة يكاد معها كل بيت أن يتحول إلى قصيدة مستقلة لفرط رقتها. وقد عنيت بها كتب البلاغة العربية، خاصة لامتلائها بالعديد من الاشتعارات اللغوية المصرحة والتشبيهات المجازية واحتوائها على جملة من الأوصاف الحسية للأنثى. وقد أشكل على الدارسين أمر هذه القصيدة، حيث نسبها الدارسون إلى الوأواء الدمشقي، فيما عزاها آخرون ليزيد بن معاوية ثاني خلفاء بني أمية. والحقيقة أن نسبتها للوأواء الدمشقي أقرب إلى الحقيقة بإجماع الدارسين والمتذوقين للشعر، لقربها من الفضاء الشعري لهذا الأخير، وهي مطبوعة في ديوانه. وكان الوأواء واسمه محمد بن أحمد العناني الدمشقي من عامة الناس، كما ذكر القفطي نقلا عن ابن عبد الرحيم في طبقات الشعراء. وتتناقل المصادر التاريخية والأدبية أن لقب الوأواء علق به لأنه كان ينادي به على الفواكه، ولم نستطع أن نجد ما يثبت هذا الأخير، كما أننا لا نستطيع نفيه، فقد ورد ذلك عن الخوارزمي وحده، ونقله أبو منصور الثعالبي في اليتيمة، يتيمة الدهر في شعراء أهل العصر، من غير تحقيق، ثقة منه بالرجل. ومن بين الأبيات التي نسوقها لشاعرنا وهي تكاد تكون حجة على صحة نسب القصيدة إليه، قوله ضمن جملة أبيات متفرقة: دواء قلبي في الهوى دائي، أعيا علاجات الأطباء، حويت أسقام الورى مفردا وحازها الناس بأسمائي. وقد قام الشاعر بوصف حبيبته أوصافا بديعة عديدة ومتنوعة، استهلها بالحديث عن النقش على يدها إلى مواشطها أي شعرها وحاجبيها حتى دموعها، إلى أن قال: وأمطرت لؤلؤا من نرجس وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. في هذا البيت يورد الشاعر خمسة أوصاف للمرأة، حيث أمطرت عيونها لؤلؤا ودموعها نرجس وخديها ورودا وشفتيها عنابا وأسنانها بردا أي ثلجا، فهي خمسة أوصاف مجتمعة في بيت واحد. هو إبداع شعري ووصفي لم يجار أبدا، ولم ينجح فيه إلا امرؤ القيس في البيت الشهير الذي يصف به فرسه حين قال: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. ويخلص النقاد إلى القول بأن بيت الوأواء الدمشقي هو تخميس لبيت أبي نواس، أورد فيه أربعة تشبيهات: تبكي فتدري الطل من نرجس وتمسح الورد بعناب. أما الآن فسنبحر سويا مع قصيدة الوأواء، حيث قال: نالت على يدها ما لم تنله يدي، نقشا على معصم أوهت به جلدي، كأنه طرق نمل في أناملها أو روضة رصعتها السحب بالبرد، كأنها خشيت من نبل مقلتها فألبست زندها درعا من الزرد، مدت مواشطها في كفها شركا تصيد قلبي به من داخل الجسد، وقوس حاجبها من كل ناحية ونبل مقلتها ترمي به كبدي، وعقرب الصدغ قد بانت زبانته وناعس الطرف يقضان على رصدي، إن كان في جل نار الخد من عجب فالصدر يطرح رمانا لمن يردي، وخصرها ناحل مثلي على كفل مرجرج قد حكى الأحزان في الخلد، إنسية لو بدت للشمس ما طلعت من بعد رؤيتها
يوما على أحد. سألتها الوصلة، قالت أنت تعرفنا، من رام منا وصالا مات بالكمد، وكم قتيل لنا في الحب مات جوا من الغرام، ولم يبدئ ولم يعد. فقلت أستغفر الرحمن من زلل، إن المحب قليل الصبر والجلد. قالت وقد فتكت فينا لواحظها، ما إن أرى لقتيل الحب من قودي. قد خلفتني طريحا وهي قائلة، تأملوا كيف فعل الظبي بالأسد. قالت لطيف خيال زارني ومضى، بالله صفه ولا تنقص ولا تزدي. فقال أبصرته لو مات من ظمأ، وقلت قف عن ورود الماء لم يردي. قالت صدقت الوفا في الحب عادته، يا برد ذاك الذي قالت على كبدي. واسترجعت سألت عني، فقيل لها ما فيه من رمق دقت يدا بيدي، وأمطرت لؤلؤا من نرجس، وسقت وردا وعضت على العناب بالبرد. وأنشدت بلسان الحال قائلة، من غير كره ولا مطل ولا جلد، والله ما حزنت أخت لفقد أخ، حزني عليه ولا أم على ولدي. فأسرعت وأتت تجري على عجل، فعند رؤيتها لم أستطع جلدي. وجرعتني بريق من مراشفها، فعادت الروح بعد الموت في جسدي. هم يحسدوني على موتي، فوأسفي حتى على الموت لا أخلو من الحسد، حتى على الموت لا أخلو من الحسد. إلى هنا نصل وإياكم لختام هذه الحلقة التي كان ضيفها الشاعر أبي الوأواء الدمشقي على أصح الروايات، وكان معكم إبراهيم النجدي من صوت العرب في تركيا، إذاعة سراي FM. وإلى لقاء يتجدد مع قصائد ممتعة وقصص نافعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.